خط المرمى في الوقت المناسب. يتدخل وتخرج الكرة إلى رمية التماس. واضح المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف الآن عمليات الإحماء على خط التماس. كرة مقطوعة من جانب كافو. كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. فابيو كواليريلا. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تقدم سريع يأتي. مباراة تبدأ برتم عالي. أجواء مثيرة. إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. واين روني. أندريا بيرلو. أندريا بيرلو. قد تكون هذه الفرصة. تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. هذه كيف ضاعت؟ كيف راحت هذه الفرصة؟ فرصة هدف محقق. أي ندم، أي حسرة على ضياع هذه الكرة. تصدي ممتاز. فيليبي أندرسون. كرة هدف في هذه اللحظات. تدخل ممتاز يبعد الخطورة. تيريرز يتقدم للأمام. إمكانية الكرة العرضية. فيليب أندرسون. اعتراض ناجح للكرة. كواليريلا. فرصة أمام المرمى. يا رب. تصدي خرافي من حارس المرمى. ولعب الشوت. تدخل والكرة بتروح. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. بيليه. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. بينية فيها خطورة. في المرمى. الله على الروعة. هدف آخر يوسع الفارق لهدفين. تقدم مستحق في النتيجة. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. زيدان. تصل إلى ديفيد بيكام. تدخل في هذه اللحظات. استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. تيريرز أمامهم مساحة للتقدم من خلال طرف الملعب. فرصة هدف الآن. تدخل وإبعاد الخطورة. رونالدينيو. عند واين روني. ممتاز في قراءة اللعب. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. فرصة كانت موجودة لكن بتعود للخطأ. شخصياً كنت أتوقع بأن الحكم سيخرج البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، لكن اكتفى هذه المرة بالإنذار الشفوي. على اللاعب أن يحذر في الوقت المقبل من هذا اللقاء، لأن الحكم قد يخرج الكرت الأحمر مباشرة بعد هذا التنبيه. محاولة جيدة. القائم يتصدى. تذهب